جبال نائمة في أعماق المغرب تكشف عن نفسها شيئا فشيئا وتظهر للعيان بعد الفوسفات المغربي الأسطوري والكوبالت عالي النقاوة والنحاس والزنك والرصاص وغيرهم الكثير. معدن جديد ينضم إلى قائمة المغرب الطويلة من المعادن التي تنتجها من خلال شركات محلية وعالمية عملاقة تعمل ليلا نهارا باحثة عن معادن جديدة لتشكل اقتصاد المغرب وتطور من صناعته. قبل أن نخبركم بالقصة وما فيها من أسرار، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. قبل وقوع زلزال المغرب الذي ضرب مدينة مراكش بنحو 4 أشهر، أعلنت شركة آتريان البريطانية للتعدين عن نجاحها باكتشاف فضة عالية الجودة شمال شرق مراكش، ليصبح هذا المشروع 15 من إجمالي المشاريع المملوكة للشركة في المغرب. تم اكتشاف الفضة من موقع جفرة القريب من السكك الحديدية وخطوط الكهرباء، وبحسب الشركة فإن النتائج الأولية مبشرة ومشجعة للغاية. لعبت الموارد المعدنية دورا هاما في الاقتصاد المغربي، وتحاول المملكة الآن التوجه نحو اكتشاف معادن أخرى من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. تم تشجيع المستثمرين من خلال قانون التعدين الذي تم اعتماده في عام 2016، والذي أدخل تغييرات جذرية على القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 1951. تضمن القانون الجديد تحديث 3 أمور رئيسية. أولاً، تصاريح البحث التي أصبحت تمنح ل3 سنوات ويمكن تجديدها لمدة 4 سنوات إضافية. ثانياً، تراخيص الاستكشاف ومدتها 2 سنين قابلة للتجديد لمدة 1 سنة. أما ثالثاً وأخيراً، التراخيص التشغيلية التي تم تمديد مدتها من 4 إلى 10 سنوات. كما زاد القانون حجم امتيازات التنقيب، والتي يمكن أن تتراوح من 100 كيلومتر مربع إلى 600 كيلومتر مربع. وقدمت الحكومة العديد من الحوافز لجذب المستثمرين، أهمها إمكانية شركات التعدين التي تصدر إنتاجها أو تبيعه لشركات المعالجة أن تستفيد من معدل ضريبة الشركات المنخفضة بنسبة 17.5%، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من مساهمات الحكومة في تكلفة البنية التحتية الأساسية مثل الطرق أو الوصول إلى المياه، لكن لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الدولة 5% من إجمالي الاستثمار للمشروع. كما أن القوى العاملة الماهرة في المملكة وخبرة التعدين البارزة تعد جذابة أيضاً للمستثمرين. من الشركات التي نجحت المملكة باستقطابها شركة آلتس استراتيجي ومقرها المملكة المتحدة. منحت الشركة 6 تصاريح استكشاف للبحث عن النحاس والزنك والتنجستين والقصدير في عدة مواقع. وفي عام 2019 بدأت الشركة الكندية مايا جولد أند سيلفر الإنتاج التجاري للفضة. وتمتلك شركة كازبا ريسورسز الأسترالية حصة 75% من مشروع أشماش للقصدير. من المتوقع أن يكون عمر المنجم تحت الأرض 10 سنوات، ويبلغ إنتاجه السنوي 750,000 طن من الخام. ومن أحد أهم الأمثلة على جاذبية قطاع التعدين في المغرب هو شركة ليجاتور كابيتال، وهي كيان مشترك بين بكين والرباط. تهدف الشركة لأن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال المعدات الطاقية الجديدة. شركات التعدين المغربية. يعد التعدين أحد أهم مصادر الصادرات في المغرب، ويمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. يمتلك المغرب 73% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، ويحتل مراكز متقدمة في إنتاج معادن أخرى على مستوى القارة الإفريقية. وتوجد أهم احتياطات المملكة من المعادن في شمال ووسط المغرب. تنتج المملكة من المعادن سنوياً نحو 38 مليون طن، منها 35 مليون طن من الفوسفات. ويعود سبب ارتفاع مستويات تصدير الفوسفات إلى زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية. تتم معالجة وتصدير الفوسفات من قبل مجموعة OECP المملوكة بنسبة 95% للحكومة.
وتقوم المجموعة بتصدير صخور الفوسفات والأسمدة وحامض الفوسفوريك. وهناك لاعب رئيسي آخر وهو شركة المناجم، وهو جزء من شركة المدى القابضة وأكبر مشغل خاص في الصناعة. تنتج شركة الفلور والنحاس والكوبالت والفضة، وتقوم بتطوير عمليات التعدين في السودان وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون. وفي المغرب تدير الشركة 7 مناجم تستخرج احتياطات الزنك والنحاس والرصاص في درع أصفار، الفضة من إيماتر، النحاس من عكا وأوميجران والبليدة، الزنك والرصاص والنحاس من منجم الحمام، إضافة إلى منجم بوزار قرب وارزازات، وهو أحد المناجم القليلة في العالم التي تنتج الكوبالت كمنتج أحادي. وتقوم مناجم أيضا بتطوير منجمين في تيزيرت وبوسكور. من المتوقع أن ينتج مصنع تيزيرت حوالي 3.3 مليون طن من خام النحاس سنويا، في حين يمتلك منجم بوسكور ما يقدر ب 9 ملايين طن من احتياطي النحاس. والآن إليكم كيف يستغل المغرب المعادن في الصناعات. البطاريات والسيارات الكهربائية. كان الهدف الرئيسي لاستخراج المعادن من المغرب هو تصديرها، لكن مع الوقت أدركت المملكة أهمية استغلال وفرة المعادن على أراضيها لتوطين الصناعات التي تستخدم فيها تلك المعادن مثل البطاريات والسيارات العادية والكهربائية. وتسعى المملكة إلى اقتحام صناعة كافة مكونات السيارات الكهربائية من خلال استغلال الفوسفات والكوبالت الذي يعتبر من أهم المعادن التي تستخدم في قطاع السيارات الكهربائية. وما يميز الكوبالت المغربي عن غيره هو درجة نقاوته العالية والتي لا تتوفر في أي مكان في العالم، الذي يتكون بشكل خالص من الكوبالت النادر. ومع زيادة الطلب على هذا المعدن بسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، بات المغرب وجهة الشركات العالمية حول العالم. وكان آخرها اتفاق بين مجموعة رونو الفرنسية لصناعة السيارات ومجموعة المناجم المغربية لتزويد رونو 5000 طن سنويا من الكوبالت على مدى 7 أعوام. كما يهدف المغرب إلى مضاعفة إنتاج السيارات الكهربائية خلال عام 2024، أي الوصول إلى تصنيع 100,000 سيارة كهربائية. وفي المستقبل القريب تهدف المملكة إلى إنتاج 1,000,000 وحدة من السيارات الكهربائية سنويا. للمزيد حول معدن الكوبالت شاهد هذا الفيديو من هنا.